عوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي. طبعاً هيئة الطرق والمواصلات في كل سنة في معرض جاتكس تحرص على جلب وعرض كل ما هو جديد. طبعاً اليوم عندنا في الخلف هنا مركبة كروز ذاتية القيادة. هيئة الطرق والمواصلات وقعت اتفاقية شراكة مع شركة جنرال موتور كروز الأمريكية لتوفير 4000 مركبة أجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2030. طبعاً المركبات هاي راح تدخل الخدمة بدءا من نهاية عام 2023 إن شاء الله، يعني في نهاية العام القادم بتكون متاحة للجمهور بأعداد محدودة، وراح نتدرج طبعا في عدد المركبات وصولا ل 4000 مركبة حتى عام 2030. نحن حاليا طبعا في مرحلة الاختبارات وأيضا تجهيز الخرائط عالية الدقة. المركبات هاي تتطلب وجود خرائط عالية الدقة لتحديد مناطق سيرها. بدينا في أولى المناطق منطقة جميرة واحد، منطقة سيتي ووك، طبعا كمنطقة بدء تجارب. هاي المركبة طبعا اللي في الخلف موجودة مركبة شيفورلي بولد، هي نفس المركبة اليوم مع مركبات أخرى تستخدم في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة كخدمة تجارية هم متاحة طبعا للجمهور. نفس المركبات هاي راح إن شاء الله تكون متوفرة قبل نهاية العام الجاري في المناطق اللي جهزناها، بحيث نبتدي عملية الاختبارات اللي راح تستمر معانا للربع الثالث من عام 2023 تمهيدا لإطلاق الخدمة في نهاية عام 2023. طبعا ميزة المركبات أول شيء هي مركبات كهربائية صديقة بالبيئة. المركبات طبعا مجهزة بأنظمة رادارات، ليزر رادار، كاميرات 360 درجة تعطي رؤية كاملة لمحيط المركبة، وبالتالي تضمن عملية سير المركبات هاي بطريقة سلسة وبمستويات سلامة عالية عند طبعا انتقالها في طرقات الإمارة.